يوم عملية الليزك. حضرتك بتيجي المركز مصطحبا معاك حاجتين، نظارة شمسية وآخر مقاس قمت بيه. سنقوم بعمل الفحوصات الكافية لحضرتك الكاملة، زي البنتا كام، الزاي ويف، أوربي سكان. بعدها بنكشف على حضرتك، بنحدد العملية المناسبة وبندخل غرفة العمليات. جوه غرفة العمليات مش هنستغرق أكثر من 10 دقائق، من أول بداية العملية حتى نهايتها. هل هتحس بحاجة؟ مش هتحس بأي حاجة إن شاء الله. التخدير عبارة عن إيه؟ تخدير مجرد قطرة بنج فقط، لا أكثر ولا أقل. هل هتبقى سمعنا؟ سمعنا. هل هتبقى حاسس بأي حاجة في عينك؟ اطلاقا. العملية مش اللي وقت الليزر نفسه مش هيستغرق ثواني معدودة. الليزر ده هيقوم بتصحيح كامل المقاس بتاع حضرتك. كل المطلوب من حضرتك انك تبقى هادي ومتعب. هنخرج من غرفة العمليات، هتحس ببعض الزغللة. الفريق الطبي هيوجه حضرتك التعليمات اللي احنا المفروض نتخذها بعد العملية. هتقدر تنصرف بعد العملية مباشرة.